مشاهدينا الكرام وفي برنامج قهوة عربي مساء الخير، مرحبا بكم في فنجان قهوة عربي جديد. ضيفي هذا المساء بقدر ما أسال حبرا وأثار لغطا حول تعيينه بقدر ما كذلك يسيل الحبر ويثير اللغط والجدل حول إنهاء مهامه أو نهاية مهامه مع حكومة يوسف الشاهد. أكيد ضيفي هذا المساء هو سيد روني طرابلسي. سيدي مرحبا بك في قهوة عربي. سي روني مرحبا. مرحبا بمدام انصاف في قهوة عربي. شكرا لك. إذن روني طرابلسي هو وزير السياحة والصناعات التقليدية وكذلك هو وزير النقل بالنيابة في حكومة يوسف الشاهد. نتعرف أكثر على ضيفنا هذا المساء في قهوة عربي في البورتري التالي مع زميلتنا ملاك اليزيد. ضيف قهوة عربي اليوم هو الوزير في حكومة يوسف الشاهد الأكثر إثارة الانتباه والجدل وقت تسميته. ضيفنا يمثل الطائفة اليهودية التونسية ويمثل قطاع كامل مهم مربوط به الاقتصاد التونسي. ضيفنا اليوم هو روني طرابلسي وزير السياحة السابق في حكومة الشاهد اللي كان من أكثر الأسماء المطروحة على 3 حكومات سابقة لتولي حقيبة السياحة باعتبار إلمامه بالقطاع هذا. ضيفنا أيضاً ثالث وزير يهودي في تاريخ تونس القى روحه أمام تحدي صعيب وهو إعادة بعث السياحة في بلاد تعاني من مشاكل اقتصادية صعبة. روني طرابلسي متعهد رحلات سياحية برتبة وزير، أصيل جزيرة جربة، ويعتبر والده بيريز من أهم زعماء اليهود التونسيين من الثمانينات وهو رئيس معبد الغريبة الشهير بجربة. وزير السياحة روني طرابلسي دارس للإدارة في فرنسا وصاحب وكالة أسفار أسسها في تونس وتقدم خدمات سياحية لآلاف المسافرين سنويا، وصار من أكبر رجال الأعمال التونسيين في فرنسا وأوروبا ومن الملمين بالقطاع السياحي. وتعرف أكثر نشاطه السياحي من خلال تنظيم الرحلات الحج المزار الغريبة. وفي التعديل الوزاري الأخير ليوسف الشاهد أثار اختيار طرابلسي جدل كبير وتبينت المواقف بخصوص تعيينه. روني طرابلسي وزير السياحة الاستثنائي يتحدث على أهم المحطات في حياته وعلى رأس وزارة السياحة وعن مشاريعه المستقبلية كما لم يتحدث من قبل في قهوة عربي. في باريس يعني تشتغل وتم تسميتك. إكزاكت. هو الناس كل تعرف في تونس اللي أنا عندي أكثر من 22 سنة نشتغل في السياحة. عندي تور اوبيراتور في باريس والوكالة الأسفار هذه معناها سبيسياليتي نتاعها على تونس، برسك 70% من الخدمة نتاعها هي على تونس. وهذه كانت معناها يلزمني نرجع شوية باش نقول لك معناها عام 98 حليت وكالة أسفار في باريس، ومن بعد في 2001 بعد اكزاكتومون احداث سبتمبر وقتها لقيت فريمون السياحه في تونس بدات تتمس بصفه غريبه. واليبوك وزير السياحه سي مدر زيادي هو شجعني وقال لي توا يلزمك معناها تخدم تونس بصفه اخرى عن طريق التور اوبيراتينغ، سي تدير معناها بصفه قويه بصفه كراس طيران عملية تشبيك يعني يعني معناها بوش معناها تجيب عشرات السواح لتونس، تجيب ألوفات السواح لتونس. وهذا اللي خدمناه من 2001 لليوم، معناها شركة كبيرة. كنا وصلنا في 2005 2006 أكثر من 120 ألف سائح كل عام على تونس، وبيسير لبارة متاع جربة كان كبير برشا. روني طرابلسي احنا رافقناك في رحله الجربه وتعرفنا على بيت والدك وتعرفنا على اجواء الحاره، كيفاش تذكر ايام الطفوله والصبا الاول في جربه في الحاره الصغيره؟ بكل صراحه انا كان عندي حظ اللي كنت عشت معناها طفولتي في جربه بصفه بسيطه دابور، معناها كنت نقرا في المدرسه، فكان عندنا بروجرام انا نقرا في المدرسه في الصباح وفي العشيه نلعبوا الكوره في الحومه كيما الناس الكل. اما ما كانتش عندنا مشكله، معناها ما كانتش عندنا فما مسلمين وفما يهود، بالعكس حتى الفرق الكوره كنا مخلطين في بعضنا، هم احوام حومه في الحاره تلعب مع كونتر حومه في حاره اخرى ولا في زنقه اخرى. الاجواء كانت طيبه برشا بكل صراحه، ما كنا عايشين معناها مع بعضنا ونمشيو للديار مع بعضنا ونخرجوا مع بعضنا، حتى ساعات نعملوا جولات ونمشيو حتى
في الطقس الجميل نمشيو للبحر مع بعضنا. ما كانش عندنا مشكله معنا مسلمين ولا يهود ولا كل شيء، وكانت عندي حياه طبيعيه معناها ككل شاب تونسي او جربي في الوقت هذاك. ومن بعد بيسير كما برشا شباب معناها جات الفكره باش نخرج لفرنسا. احنا تحدثنا على اجواء الطفوله نتاعك وعلى ذكريات الحومه وعلى ذكريات الكوره في تقرير نشوفوها مع بعضنا، نرجع بك للذكريات هذه. صغيره هذه معناها نجم نقولوا لو كارتي لو بلوز انسيان او موند، لو كارتي جويف لو بلوز انسيان او موند، خاطر الحومه هذه يقولوا تبنات غراس الغريبه. وقت جات الغريبه قولوا 2600 عام التالي، الناس في المحيط نتاعها، المحيط نتاعها فوالا هذه الحاره معناها كلهم يهود توانسه مثلا، معناها يهود عندهم اكثر من 2600 عام. انا فما حاجه تريز امبورطونت واكدوا لي حتى سبيسياليست في تونس اللي بالبربير جربة وغريبة تكتب لها ميم شوز 300 عام ديجا معناها البقعة هذه معناها الجدود كانوا هوني، والحومة هذه كلها كانت كلهم يسكنوا فيها معناها يهود ومسلمين من قبل. معناها احنا جوسيق كنت صغير نحكي لك انكدوت، عندنا دار لي من غادي عند مدام فاطمة، وقتي والدي وامي يمشيوا العرس عند الاهل، احنا صغيرات كان يخبيونا هوني ما يخليوناش في الدار وحدنا، كان يحطونا عند العائله هذيك اللي نعرفوها وكبرنا مع سهرنا. وكما كبرت مع عبد العزيز مع محسن كبرنا هوني من الحومه ولاد الحومه. سي عبد العزيز وسي محسن رفقته يظهر لي سيد الوزير ملي صغير، كنت عنده طموح حتى باش يطلع مسؤول والا ما نعرفش حتى طموح ما نتصورش. شفته جرباهوت اكبر رسامين معناه مع صديقي مهدي الشيخ، جاو هوني غراتويتمون من العالم كامل، من فنزويلا من المكسيك من الهند، وجاو هوني في الحومه باش يعملوا يرسموا على الواحد. يا او 600 معناها 600 ارتيكلو دو لو مونت على جرباهو. يقولوا الحومه دي قديمه عندها زاد 2600 عام، وديجا انا عندي معناها بالوراق معناها دليل الدار نتاعنا دي حوش جديد قديش عمرها. عندي معناها سور 300 زون. هذه دار جدودنا كما قلنا، دار جدي، هذه الدار اللي تولدت فيها، بابا عندها تاريخيا عندها اكثر من 300 عام. هذه يعني تربيت فيها في الصغر. هذه فرن يعملوا فيه الخبز تابونه. العائله كانت كبيره، فما فرن غادي فرن هنا معناها توتي. هذه يغسلوا فيها الزرابي والفرانش وكل شيء. هذه الدار انا نحكي كذا، مين تولدت انا خاطر ما كانش كلينيك قبل. حسنا الامور. هذه معناها الداخل هوني، الداخل فما اربع كات شومبر على الانتريور، هذيك الزاده وكل واحده عندها اسم تاع جوجه. فما ماتش سخون برشا ضد قفصه، وقت الانترونور نتاعنا نتاع الايس دي ما يحبش يوري للكيب قفصه اللي انا اسمي روني ترابلسي، خايفين عليه. الور في الوسط الماتش في الفيستير قال الوليد الكل الكيب تاع الايس دي قالوا روني ناديو سمير ماتش نتقدموا نلعبوا الكره، والولاد الكل يناديوا لي يا سمير ارجع يا سمير، وانا نسيت روحي لاسمي سمير. الور سيتي لانيكدوت اون فان كونت. ومن بعد لا فان دو ماتش اللي ولاد قفصه كلهم فاقوا بيا لناس من روني، وكلهم استدعوني باش ناخذ معاهم كاس جو دورانج، معناها انا الوحيد من ليكيب اللي هما استدعوني باش وخلاو ليكيب كامله معناها فرحوا كان بيا انا. وفان كونت We'll be right back.
اكزامبل ريستوران في جربة اللي اكثر ريستوران يجيو فيها باش ياخذوا باز هذه بريكة اسحاق معروفة. Fier d'être tunisien et fier de ma religion juive, bien sûr. Qui m'a dit qu'il y a vous savez, chez nous, surtout le garçon. Il est un garçon de Tunis. Après 7 jours, il a pris le DNA. Dans le fond, tu as entré la science et tu as été dévoué dans l'état de vie salmi ou dans l'état que tu as vu que ta capacité peut ajouter au paysage politique dans cette période et au paysage touristique en tout. Ou là, c'est lié à ça. Regarde, c'est mon nom, en toute honnêteté, mon nom est sorti en 2012 avec le gouvernement de Hamadi Jbali. Mon nom est sorti en 2014 avec le gouvernement de Mahdi Jamaa. بكل صراحة معناها أنا كنت الناس كل تعرفني نخدم في السياحة ترى معناها اتصال بيني وبين يوسف الشاهد هو طلب مني يوسف الشاهد معناها عرفته عامل تالي وقت جاء الجربة وجاء زيارة الغريبة كل شيء حكينا مع برشا مرات وتقابلنا برشا مرات وعطيته الفيزيون متاعي في السياحة وفي النقل سورتو وقلت له شنو اللي ناقص وشنو شخصت المواضع الدائية اكزاكتومون يعني. والمشاكل نتاع ليماج اللي عندنا مشكله اللي قال تبع فينا الصوره التونسيه في الخارج عندها قيمه للسياحه لازم الصوره هذه الصوره تحسن. اللي تبع فينا واللي انت حاولت تصلحها روني طرابلسي الصوره قادت من الاحداث من 2011 معناها ولات معناها الصوره نتاع الانسيكوريتي 2012 معناها التصاور نتاع السلفيه اللي شفناها في تونس والتلفزيات الفرنسيه عداتها بكثره وعملت معناها عملت علينا كما يقولوها ان تصويره مش باهيه بالكل. ثالثا وقت يقول لك عدد التوانسه تونس اكثر بلاد يصدر معناها المقاتلين في سوريا ايماج نيجاتيف زاد هذه معناها تبع قاعده تبع فينا معناها تونس قاعده نيجاتيف قاعده حطونا الارهاب حطونا الانسيكوريتي الانستابيليتي بوليتيك كل عام براتيكمون غوفرنمون يتبدل كل شيء وهذه حاجه ما كانش يستانسوا بها الاوروبيين مع تونس سورتو البلدان اللي هي تجيب السواح نتاعها لتونس وهذه قلت عليها سي يوسف شاهد وقلت له راهو يلزمنا معناها يلزمنا اون سوا ان بو بلوس كوراجو ويلزمنا نصدموا على البلدان هذوما قولوا لهم راهو احنا كيما البلدان الكل راهو احنا عندنا الارهاب كيما تعاني فيها فرنسا والمانيا وامريكا واسبانيا وبريطانيا الناس الكل كيف كيف ما يلزمناش نخافوا من ندخلوا ديريكتومون ونوليو كيفهم هم كيفهم كيفنا يا با بروبليم وبيان سور يلزمنا نصلحوا الامن نتاعنا وهكا اللي شفناه احنا شفنا بعد الضربات الكبار 2015 اللي هم فريمون شويه طيحوا تونس كومبليتمون بعد حسينا بالامن في تونس حسينا الامن انت تعتبر تونس كل بوكسور اللي كي انكاس اللي يتلقى ضربات ويستبطنها لكن ما يتيحش يعطيك الصحة هذه مون افي خاطر قريت انترفيو انت قلتها نتاعي قلت وي قلت لا تونيزي اي كوم ان بوكسور يل انكاس مي تومب با شكون يوسف الشاهد وانتم مغادرون يعني يوسف الشاهد نجم نقول له بارك الله فيه على الفكره لكن على الشجاعه خاطر مش اي واحد ينجم يخاطر نقولوا بل يحط وزير السياحه والصناعه التقليديه انسان اللي هو مستقل اللي هو بريفي معناه يخدم في الخاص واللي هو ديانته ماهيش الديانه الغالبه في تونس خذا ريسك كبير برشا خذا ريسك كبير ريان بوغ سا جو بونس كو يوسف الشاهد وهل كانت التوصيه من حزب حركه النهضه حتى سي زهير المغزاوي مؤخرا صرح يقول روني طرابلسي صديق النهضه روني طرابلسي صديق النهضه صديق الناس الكل وابري تو النهضه هما توانسه كيفنا كيفو واللي شفته انا سي مغزاوي في المجلس الشعب هو يسلم عليهم حتى بالبوس ما ظنش كان معناها فما مشكله خاطر نعرفوا اللي حزب حركة النهضة كذلك حتى في الانتخابات البلدية معناها رشح سيمون سلامة لكي يكون
رشحت يعني ضمن القائمات. لكن سياسيا نرى انه الحضور اليهودي قليل وقليل جدا، يعني في تقريبا على امتداد 6 عقود باش نلقاو 2 وزراء وانت ثالثهم. يعني التونسي مدينة اليهودية مش موجود في السياسه او فادير. تو روني طرابلسي ما هو سياسي، ما عندوش وراء حزب. روني طرابلسي رجل اعمال، رجل اعمال تونسي، وموجودة هذه حتى في فرنسا، وموجودة حتى في أمريكا، موجودة اليوم رئيس أمريكا ما هوش سياسي، هو ما جاي من رجل، هو رجل أعمال. يمكن أنا استثناء، معناها أنا من شوفش عندي أصدقائي، معناها تونس كاملة أصدقائي، عندي برشا أصحابي من نشوفهمش اللي هم شنية الديانة متاعهم، هم أصدقاء. أنا إنساني أكثر، أنا هو إنسان وأنا صديق، وعندي أصدقاء من كل حتى في الخارج، معناها مصريين، خليجيين، لبنانيين، حتى فلسطينيين عندي أصدقاء. أنت حتى استقبلك الرئيس الفلسطيني يعني، وعندك صورة في معهم. في 2015 في باردو، وقت اللي كانت عملوا لا مارش بور لو كونتر لو تيروريزم بعد احداث باردو، سي فري، طلب جاني البروتوكول نتاعو، اللي حب يسلم عليا وحب يحكي معايا على كيفاش اليهود يعيشوا في تونس، تعايش سلمي بين مختلف الديانات. داير قلت له لازمكم تاخذوا الاكزامبل من تونس وصرتوا من جربه باش تصدروها ليكم مع في التعامل مع الاسرائيليين في ديسكوسيون تاع السلام. أكيد عندما يكون الأمر متعايشين في سلام وفي أمور سلمية، مش مغتصبين الأرض متاعهم، موضوع حاجة أخرى. روني طرابلسي وقتها صار لغط كبير على تعيينك، كيفاش تقبل ذلك اللغط؟ وقت كنت في المجلس وقت إعطاء الثقة، الكلام اللي كنت نسمع فيه اللي هو مش صحيح اون بليس، توا معناها ساعات واحد يسكت خاطر يسمع في كلام يكون صحيح، اللي هو مش صحيح ومحرج ويجرح. كان يجوني دي ميساج في التليفون من العائله نتاعي، يقول لي قوم روح، ايش جايبك هوني؟ سي با توا. او ميم طون فما اصدقاء كانوا موجودين في المجلس، نواب ووزراء كانوا معانا، يقولوا لا روني يزمك تشد، راهو يزمك سي مومون يفو تونير بون، راهو سي نورمال وكل شيء. وبعد بديت ناخذ الريسبونسابيلتي نتاعي، خديت الريسبونسابيلتي نتاعي باش يفو انكيسي نوكيسي ونسكت. قالوا النواب راهو ما عندكش حق تجاوب عليهم وما تحكيش معاهم. ايبا اكل لي ترا، معناها جي حبيت معناها نقول ناخذ المسؤوليه نتاعي، سي انا الليله باش نكون وزير دوله، وزير دوله تونس، ويلزم معناه ناخذ المسؤوليه نتاعي. وهذا اللي قلته حتى في الاعلام، ناخذ المسؤوليه نتاعي ويلزمني نخدم على روحي يسلا، ويلزمني سورتو ننجح المهمه نتاعي. هي مهمه، هي سيتون ميسيون، ماهيش خدمه باش جيت نخدم وزاره السياحه، جيت على خاطر مهمه، والمهمه هذه يلزمني نخدمها بقوه ويلزمني ننجح، على خاطر اذا الناس تتكلم عليا هكا وانا ناجح، تصور انا كون ما نجحش كيفاش معناه باش يكون الرد نتاع الناس هذوما، باش يكون اكثر عنف. الور عملت الماكسيموم باش ننجح وما نعمل حتى غلطه في الباركور نتاعي نتاع وزير السياحه. تحمل الجنسيه الفرنسيه لجانب الجنسيه التونسيه، لكن كذلك قيل في فتره معينه انك تحمل الجنسيه الاسرائيليه، نفيت بعد ما تمت مهاجمتك حتى في مجلس النواب ومن قبل سياسيين معروفين. وكذلك تتهم بالتطبيع، حتى صورك عندما تتعدى في يعني لقاء تلفزي او في روبورتاج تلفزي يتهموك على القنوات الاسرائيليه، يتهموك انك انت اعطيت الحوارات واستقبلت الصحفيين الاسرائيليين. شوف هو الكلام هذا كله، كيفاش تبعت هذا الكل؟ شوف انا الكلام هذا كله نحب نقول لك ما نحبش نستعمل كلمه كذب، خاطر كذب فيها شويه اهانه، وانا ولد فاميليا ومقدر. سؤال مطروح، هل فعلا عندك الجنسية الإسرائيلية؟ هل فعلا عندك جواز سفر إسرائيلي؟ لا 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 أبدا،
اللي عندي شو ما فماش علاش، انا عندي الباسبور التونسي بتاعي وعندي الباسبور الفرنسي اللي خذيته في فرنسا كما قلت لك أبابري، عندي 20 سنة عندي الباسبور هذايا. نجم تكون تعبير متاع اتهامات مخترة، وحتى اللي قلت لي على الانترفيو اللي عطيتهم، أنا عمري ما عطيت انترفيو. ساعات كما تعرف فما تلافز البرة سنتيرس من العالم كامل سنتيرس على انترفيو متاع وزير السياحة كسسوال الشان متاع إيفانت كات اللي هي بالنسبة ليها روني ترابلسي ومديانة اليهودية، هما خذوها وخذوا روبورتاج اللي تعمل عن طريق كان تثبت هذية مدام إنصاف، هو صحافي فلسطيني واللي عايش في تونس عنده أكثر من 25 سنة سي طاهر الشيخ اكزاكتومون، اللي هو رئيس مكتب وكالة طلب الأنباء. مني انترفيو ومتقلق، اللي هو كلم حتى البيرو متاعي وحتى حد ما عطاه رونديفو معايا، وانا بالعكس وقتي هو قال لي نحس على خاطر انا فلسطيني ما حبيتوش، قلت له بالعكس. وفي غدويته جاء عمل، هو عمل يخدم مع وكالة الأنباء الفلسطينية في وكالة الأنباء عربية لندنية. لكن وكالة الأنباء هذه اللندنية هي سينسرت جروبمون متاع بريس اللي هو وقت وزعوا الخبر الناس كل الخبر البرشة إذاعات عربية تنجم تكون في الخليج، تنجم تكون لبنانية، تنجم تكون مصرية، وهذه معناها اللي هم. لكن أنا فرحان برشا اللي عملت معاه الانترفيو، إنسان فريمون طيب وعايش في تونس وولاده مولودين في تونس. تحس أنه هناك أطراف خارجية أو أطراف معينة تريد أن توقع روني طرابلسي يعني وتقصيه؟ فما بيسير فما الموديل هذايا برشا ناس ما تحبوش البرة، لكن حتى في تونس شفتوها انت تو ذكرت اسماء، معناها ناس اللي هم يقولوا في كلام غلط كومبليتمون في التلفز التونسيه ويقولوهم معناها بوضوح، ودير ساعات نعيب حتى المذيع التونسي اللي هو ما يرجعش عليهم على خاطر شنية الكريديبيليتي نتاع الاعلام وقت ضيفك يقول في كلام غلط وانت ما ترجعش عليه. حتى وسائل الإعلام الإسرائيلية عندما تمرر حوارات وتنسبها إنها أدلالها بها روني طرابلسي ويعرفوا إنه نحن في بلد ضد التطبيع ولا يعتنق التطبيع، يعني يظهر لي هاي كأنها محاولة للإساءة ليك في نقطة. أنا نحسك محاصر يعني في مشهد محاصر من كثير من الواجهات مؤخرا، يعني بعد تصريحات السيد الرئيس قيس سعيد الأولى اللي بعد فوزه في الانتخابات، لأنه اليوم يعني الأسبوع هذا أثر زيارة أمير قطر يقول أنه لا نريد القتال مع الاحتلال الإسرائيلي تحديدا، حتى ننقل الكلام بكل أمانة سيد الرئيس. نراو أنه حتى في فرنسا تم مهاجمتك لحبيب ماير اللي هو تونسي اللي من المفروض انه يكون اسمه لحبيب على اسم زعيم بورقيبه، وانت عملت له رد يعني مستفيض يعني حاربك وحارب الوجهه التونسيه وطلب بمقاطعه الوجهه التونسيه، غير يعني خلينا نقول خصومك في الداخل التونسي. خلينا نتوقف عن مسألة الحبيب ماير، وكيفاش تلقيت أنه يهودي مثلك اللي هو كان على رأس الكريف، يعني فهمت أكبر مجلس يعني لمعتنقي الديانة اليهودية اللي موجود في فرنسا. ورد أنا رجعت له كوزير سياحة، هو معناه عمل أنابيل يخص السياحة وطلب من الفرنسيين كلهم يقاطعوا السياحة في تونس، وذي أنا استغربت من الديكلاراسيون بتاعه. وبش نقول لك علاش استغربت، على خاطر ميار حبيب هو معروف كنائب في فرنسا ومعروف هو يحارب في البيكوت، هو بنفسه يحارب في البيكوت ضد إسرائيل، ما يحبش معناها وقت اللي نقاطعوا السلعة ولا نقاطعوا السياحة في إسرائيل كل شيء. هو طالب حتى قوانين كونتر اللي زابلو بيكوت، هو طالب البيكوت لتونس، معناها ديجا عنده كونتراديكسيون. وهو دخل معناها كسسوا في السياحة لتونس وعلى زيارة الغريبة زادة، اللي أنا كنت معناها رجعت له، لكن كما لاحظت راني ما رجعتوش. أنا نحسه غلب ديانته على انتمائه لتونس. هي دي ما فماش الديانة، احنا وقت اللي تكون روني طرابلسي ماهوش وزير اليهود تونس ولا وزير يهود فرنسا، هو وزير
الدولة التونسية. روني طرابلسي وزير السياحة في الدولة التونسية، ما فيهاش دين دارير توسا. أنا وقت اتهمني كيهودي هو خطأ كبير، هو ديبوتي، أنا دخلت رجعت له كنائب في فرنسا، وهو النائب بكل صراحة استغربوا معناها كنائب فرنسي يقوم بالتصريح هذايا، وقلت له وعاود رجع وقلت له وزاد اعطيته حتى الجواب نتاعي الجواب نتاع التسامح، قلت له فسرت له شنو هي تونس، وقلت له حتى القرارات اللي الدوله التونسيه ساعات تاخذها هي قرارات معناها الدوله التونسيه اللي سوفرين عندها لا سوفرينتي وتنجم تتبدل، تنجم تتبدل غدوه القرارات هذوما. اليوم على خاطر عندنا ما فماش علاقات، فما مشكله في الشرق الاوسط، فما الدوله التونسيه عندها قرار اخر وعندها الاوتونومي نتاعها. اليوم وغدوه يمكن احنا كاسكون بو سويتي، احنا شنو اللي نتمناه غدوه؟ اللي فما السلم في المنطقه هذه، كفان معناها حرب ودنيا كلها، على خاطر شفنا الحرب هذه الناس الكل قاعده تستغل فيها، الناس الكل تستغل فيها والناس الكل تاجر فيها، وشكون خاسر؟ الشعب الفلسطيني هو اللي قاعد رهين أوتاج على المسألة هذه. يتاجر من يتاجر، تونس لم تزايد يوما على الفلسطينيين، استقبلتهم، لم توظف قضيتهم لا في طلبات ولا في إمدادات ولا في أي شيء، والحمد لله، والتاريخ يشهد بذلك والفلسطينيون كذلك. لأنه عنا حتى عنا التوانسة فلسطيني تونس يقولوا لهم التوانسة يعني. بالنسبة لك أنت هذايا، خلينا نرجع شوية لأجواء جربة وأجواء الغريبة، لأنه تجد نفسك أنكم تستقبلوا ألاف السياح من يهود العالم أجمع، لكن كذلك جانب كبير يجي من إسرائيل لأداء مناسك الحج إلى الغريبة. وما أنه الوالد بيريز طرابلسي هو رئيس الكنيسة اليهودي بجربة، واللي هو من أقدم الكنائس في أفريقيا، صار لغط أنك تطلبت بإسناد جواز سفر لليهود اللي كانوا أصولهم تونسية واللي عايشين في إسرائيل، وهجمت على هذه الخلفية. هذه كان فما تحريف من الانترفيو اللي عملته مع وكالة أنباء ألمانية اللي حكينا على السياحة، وكلام معروفة معناها مش أول مرة تعمل انترفيو معايا، دايور الانترفيو الأخراني كان في الغريبة، كان فما تحريف في آخر الانترفيو. الصحافي اللي هو كان موجود في الغريبة قال لي اسكو كيفاش معناها التوانسة اللي عايشة لبرا، قال لي قداش فما نومبر من التوانسة اللي يجيو الغريبة في البرسنتاج، قلت له 90% أصلهم التوانسة اللي يجيو لزيارة الغريبة من كل العالم. الور قال لي واللي باش يجيو من اسرائيل كيفاش يعملوا؟ قلت لهم اللي يجيو راهو عندهم الدوبل، اكثرهم عندهم الدوبل ناسيوناليتي، لكن فما شكون عنده باسبور تونسي، عنده باسبور تونسي ومولود في تونس، الاحسن حل اليوم هما يمشيوا لرام الله، القنصليه تونس في رام الله، ويتجدوا الباسبورات نتاعهم باش ما عندهم حتى مشكله نتاع دخول لتونس. وقف الانترفيو في حاجه هكا، لكن فما احنا فقنا من بعد فما دي ريزو اخرى وكانت انباء في الخارج، ومش لازم نسميه القناه، احنا عملنا اونكيت عليه اللي هي حرفت الانترفيو كامل، وخذوا التوانسه محرف معناه متبدل كومبليتمون، اللي انا حبيت الاسرائيليين يولي عندهم باسبور تونسي، معناه حتى مش تونسي نعملوا له باسبور تونسي باش يدخل تونس، ولات معناها باش يجيو ياخذوا الاراضي نتاعهم ويبيعوا ويشريوا. وسمعناها حتى في المجلس الشعب معناها الكلام هذايا، الناس ريسبونسابل النواب يقولوا في كلام فريمون غلط كومبليتمون، حمله من الحملات اللي لازم تعمل. وبلوس الحمله هذيك نحب نقول لك انصاف لي، انا اسبوع قبل جاني خبر من اصدقاء في تونس قالوا ريني رد بالك راه فما حمله قعدت تطبخ ضدك انت، ونفيت تريز اتونسيون، واستعملوا معناها فرصه اليوم هما التحريف نتاع ليترا باش يستغلوا وباش يدخلوا مره اخرى لرني. وعلاش كانت تدخلك؟ علاش وقتها وقت المشاورات نتاع حكومه حبيب الجملي؟
الحقيقة عمناول كان موسم استثنائي في الغريبة، لكن أكيد ديما يبقى الموسم اللي أكثر إقبالا ورواجا هو موسم 2010. الغريبة بالنسبة لروني طرابلسي، لعائلة طرابلسي، لبيريز طرابلسي، شو تمثل لكم الغريبة؟ معناها الغريبة رو قبل الوالد فما بو جدو كانوا مسؤول على الغريبة. معناها هي سيتون افير فاميليال. ماذا تضيف زاد للسياحة التونسية؟ الغريبة هي أكيد أنت الموسم خدمته بقلب برب، معناها شوف شغل الروح للروح. بكل صراحة ديما قلوها احنا نجاح موسم الغريبة يعاون في نجاح الموسم السياحي، مش على خاطر يجيو برشا ناس في الغريبة وبس، على خاطر الوكالات الإعلام اللي تجي من برا من الخارج شيء غريب. أنا يجيو ناس من المكسيك، من البرازيل، من اليابان، من الصين، من هولندا، العالم كامل يكون موجود غادي. معناها الميديا نتاع العالم يعرفوا، يعني يعطي صورة عن التعايش السلمي في البلاد وعن تعايش الديانات، مختلف الديانات. معناها دي مئات الإزارتيك اللي يخرجوا في العالم كامل. نذكر روجي بيزموت الذي غادرنا، رئيس الطائفة اليهودية في تونس كاملة، سألته نذكر سؤال على الغريبة، يقول لي مجرد فولكلور. أي لا، الفولكلور هو الحفلات اللي نعملوها على خاطر في الديانة اليهودية في أي زيارات على قبر، فما زيارات قبر كما قولوا احنا نمشيو نزوروا صبي، ولا زيارات بيت صلاة قديمة معناها احتفال، فما فولكلور، فما غناء، فما زغريت، فما أجواء، وهذه من عادة من عادات في زيارة الغريبة. وهو الإقبال حتى من التوانسة المسلمين يجيوا ويحضروا باش يتعرفوا على الطقوس وعلى الأجواء الاحتفالية هذه. نحملوك علاش قلت باش نخرجوا إلى روبورتاج صغير، نحملوك إلى زيارة رفقناك فيها للغريبة وشعلت شمعة أنت. إكزاكت. شنويت وقتك شعلت الشمعة؟ أنك تبقى في الحكومة؟ لا إن شاء الله تونس لاباس. نخليكم مع الصور. 42 وقت الألمان جاءوا هوني الجربة وحبوا يعتقلوا الشباب، صرتوا الشباب اليهود هوني في الجربة، الإمام بتاع الجامعة هذا خبى الصغار كلهم اليهود خبى عندهم الكل. جدي هذا الدار معناها مولا الدار اللي فيزيتي، هو توفى عام 14 فبراير 68، هو بو بابا كما قالوا. هذه معناها لابارتي لابوميدان تعملت ومن 1923 بلاصه مقدسه، كان بيت صلاه تاع كيما الغريبه او الجامع، هي ديما بلاصه مقدسه، بلاصه مقدسه خاطر الناس تجي تدعي وتصلي وكل شيء. وجودي أنا كوزير سياحة في الحكومة في تونس سيسير الغريبة خذات طبعا، خاطر الناس اللي جات السنة شنية الخدمة اللي خدمتها أنا في اللي فيزيت متاعي في أوروبا ولا في فرنسا، هو رجوع اليهود اللي عندهم اللي هم توانسة اللي عندهم خرجوا عام 67 عام 73 مشاكل في الشرق الأوسط وما رجعوش لتونس، فما اللي مرجعش على خاطر عائلته كل خرجته، فما مرجعش على خاطر يكون غضبان، لكن هما أصدقائي وكنت ديما نحكي معهم وعمري ما نجمت نرجعهم لتونس، لكن السنة بصفتي وزير ما قالوا ليش لا، ومئات توانسة رجعوا لتونس وعجبتهم، وفما حتى شكون استثمر خاطر برشا رجال أعمال، فما شكون عجبته، فما شكون يحب ياخذ دار قديمة ويعملها في جربة ولا في واحد عمل دار في توزر بار إكزامبل. احنا فما فيلم وثائقي اسمه لي جويف اون تير ديسلام، سي جربة يحكي على جربة، مثال بيسور مثال عالمي. شوفوا اليوم الناس حتى من الدنيا ديانة واحدة ساعات ما يتعيشوش، اليوم على خاطر فريمون اليوم عندنا الكابيتال في جربة، سي لو كابيتال نتاع التعايش، وحاجة ناتورال وقت تمشوا انتوا الحارة الكبيرة معناها
الكارتي نتاع اكبر كارتي فيه 1400 فرد يعيشوا غادي من اليهود تونس، معناها يعيشوا في الحومه بكل ليبرتي، ومعناها ما فماش مشكله ما بين السكان، ما فماش معناها ناتورال، معناها حتى وقت تسالهم انتوا يستغربوا على السؤال بالسؤال كيفاش تعيشوا مع بعض، يعيشوا توتافي نورمال، معناها هذه بالنسبه لهم امر طبيعي، امر طبيعي وجربه هذه، وحتى في الكوميرس حتى في الاسواق هذه حاجه طبيعيه اللي موجوده غادي. خلينا نغلق قوس الغريبة لنمر إلى إنجازات روني طرابلسي في حكومة يوسف الشاهد. عندما تقول مررت بوزارة السياحة، شو الإنجازات اللي تقول عملتها؟ لو نلخصوها. لخصوها هو الطلب من السيد رئيس الحكومة هو نوصله 9000 سياح عام 2018، وصلنا 8 ملايين و200 ألف سائح، قلنا نوصلوا 9 ملايين سائح عام 2019. 10 ملايين أنت وعدت؟ لا، 9 ملايين سائح عام 2019. قلنا إذا وصلنا سنة 9 ملايين و429 ألف، نجم نقولوا 2020 نجم نوصلوا 10 ملايين سائح. هذية حاجة مهمة اللي نوليو نخدمو بالأوبجيكتيف، سورتو في وزارة كما وزارة السياحة اللي فيها أوبجيكتيف دي ريزولتا، يلزمنا عندنا ريزولتا. لكن الحاجة المهمة اللي وصلناها السنة هو لوغمونتاسيون نتاع الدوفيز اللي دخلت تونس غراس وتوريزم، هذه الخبر الباهي السنة نتاع تونس. النومبر على خاطر النومبر فيه وعليه، فما اللي الناس تصرف، فما الناس تصرف ياسر، فما الناس تصرف، لكن دخول دوفيز لتونس هو مهم برشا. السنة كمان وصلنا اللي 31/12 وصلنا 113 جور 113 يوم ريزيرف دوفيز لأول مرة، معناها تترى هذه، معناها هذه حاجة مهمة برشا، والإيكونومي مهمة برشا، خلاف الروسيت أون دينار كما تعرف اخواننا معنا الليبيين والزائرين ولا التوانسه، عندنا السياحه الداخليه ذوما تابعين للسياحه الداخليه، وهم اكثرهم بيسور يخلصوا بالدينار التونسي، هذه روسات اللي احنا ما نشوفوهاش في البنك سنترال. كنت استضفت سي سالم الابيض عن حزب حركه الشعب، وهو عضو بالبرلمان التونسي، وهم طالبوا باقصائك، وبالرغم انك كنت سيتم الابقاء عليك في الحكومه الجديده حكومه الحبيب الجملي، لكن حكومه الياس الفخفاخ تم ابعادك. بالنسبه لك انت قالوا انه الارقام اللي قاعد يقدم فيها روني طرابلسي ارقام فيها مغالطه ومخاتله، ويعتبروا انه عندك 4 ملايين سائح جزائري اللي هم مرحبا بهم هذوكم يجوا بتبعتهم، وانه ارقام قديمه وارقام غير صحيحه وغير دقيقه. وهذا شوف اللي قالوه يعني الكل، معنى اعضاء حزب حركه الشعب لتبرير ابعادك. شوف هو شيء مؤسف وقت تشوف دي ديكلاراسيون يجيو مع الناس مسؤولين، معناها بما يسمى بنواب الشعب اللي ما عندهم حتى خبره، ما عندهم حتى خبره في السياحه في الارقام، هم يلوحوا كلام هكاكا شعبوي. دابور قلت هم طلبوا إقصائي، هي حلوة برشا، معناها طلبوا إقصاء حد اللي هو مش موجود، معناها هم حبوا يخرجوا بها بطل، معناها شوف قصاوا روني طرابلسي وما أدرك ما هو. تراجع في تصريحاته السي زهير المغزاوي وقال لم نطالب بذلك، والحقيقة رد فما واحد منهم حتى على سي البوزيزي اللي قال نحن طالبنا واشترطنا أن لا يكون لروني طرابلسي مكان في حكومة الياس الفخفاخ حتى ندخل ونشترك فيها. يعني يلزموا يتشاوروا مع بعضهم باش يعرفوا شكون قال الحقيقة في الحكاية هذه، لكن سي مغزاوي في موزايكا فما فيديو بعد دار ضيافه يقول لي هو طلب باقصاء روني طرابلسي، وهذا الفيديو موجود
اتومومون نجمو نمدهولو سي سالم لابدي البوزيزي كلهم ولو اكدوا ولو انا بكل صراحه عندي علاقه شخصيه مع سي سالم لابدي ب ولد بلادك ولد من الجنوب ديما نحكيو مع بعضنا بكل صراحه، لكن هو معناها يلزم يرضي الكوم تاعو شويه، معناها ما ينجمش ما يقول شيء للسياسه حسابات اخرى للسياسه حسابات. على كل حال مش مشكل ان شاء الله هم اليوم في الحكم، ونتمنى لهم بيسير النجاح وكفي يدهم. لكن كما يقول غنايه لطفي بوشناق، خذوا الكراسي وخذوا المناصب المناصب وخليونا الوطن. لكن حاب نرجع لشي فرق قالهم لك سي سالم الابيض، دابور مش 4 ملايين جزائري، الجزائريين زوز ملايين و500 حسب ما صرحتوا انتم زوز ملايين و500، لكن احنا ما عملنا حتى شيء زايد على العاده من سنين. الرقم تاع الجزائريين يتقيد في الدخول التراب التونسي، يلزمنا نعطيهم شويه دروس كيفاش تعمل العمليه. الشيفر نتاع الدوفيز ناخذوهم احنا من البنك سنترال، احنا نعطوا للببليك الشيفر هذوما، والشيفر نتاع دخول التراب التونسي ناخذوهم من وزاره الداخليه الحدود والاجانب. الحدود والاجانب، وفي القانون نتاع لورغانيزاسيون مونديال دو توريزم السائح يتحسب دخل البلاد وقت يعدي ليله في البلاد، وقت الجزائر يدخل في النهار ويروح في الليل ما يتحسبش، راهو يلزمنا نعرفوا بحسب يعني عدد الليالي المقضات يلزمو يعدي ليله، معناها الطومبون نتاع الباسبور عاد معناها تطبع في غدويته. هذه راه وزاره الداخليه تعطينا لي شيفر، وهذه معناها ماهيش احنا جديد يعني لا مجال للمغالطة. اي ليه ما فهمش مغالطة، هذه حاجات معناها تستعملهم وزارة السياحة من عشرات أرقامك السنين. صحيحة يعني الأرقام صحيحة هي هو مين. عندك برشا إنجازات أخرى، خلينا مع زميلة ملك اليزيد ناخذوا عليهم فكرة نحوصله. رينيه طرابلسي وزير السياحة السابق في حكومة الشاهد، تولى طرابلسي مهمة وزير السياحة نهاية 2018 في آخر تحوير وزاري ليوسف الشاهد، ومن وقتها انطلق العمل على عدد من الأهداف اللي أعلن عليها فيما بعد، ولعل أهمها تسجيل 9 ملايين سايح في 2019. بالعودة لآخر نشرية صادرة عن البنك المركزي، فإن عائدات القطاع السياحي بلغت خلال السنة المنقضية 5.9 مليار دينار، مسجلة ارتفاع على أرقام وزارة السياحة في الموسم السابق واللي كانت في حدود 4.1 مليار دينار. وبحسب بيانات البنك المركزي، فإن عائدات القطاع السياحي المسجلة بالأورو هي الأعلى منذ 2010. من جهتها ذكرت وزارة السياحة في بياناتها خلال شهر جانفي أنها سجلت ارتفاع بنسبة 35.7% مقارنة بنسبة 2018، واستقبلت تونس 9.430 ملايين سائح، أي بزيادة قدرت بحوالي 13.6% مقارنة ب 2018. ونفهم هنا أن الوزير حقق المنشود، لكن توجهت له انتقادات رغم النتائج هذه على سياسة العمل، واتهموه البعض أنه يجني ثمار عمل الوزراء اللي سبقوه، كما تم تحميله أزمة توماس كوك وإفلاسها والخسائر النجمة عليها الأهل القطاع في تونس، رغم أنها كانت أزمة عالمية لدخل الوزير فيها. رغم كل الانتقادات إلا أن وزير السياحة السابق سجل تعاطف كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من المهنيين وعدد كبير من التوانسة، واعتبروا البعض أنه فترته من أنجح الفترات لوزارة السياحة ما بعد الثورة. مشاريعك هذه هل ترى أنها ستتواصل وستغير من المشهد السياحي التونسي؟ وقت نعلن أنا مناطق معناها ثقافية ولا إيكولوجية، هذيك كما تسمي معناها تسمية تسميها باش تعطيها اسم جستومون بداية العمل بتاعها. حتى مؤخرا زيارتك الجابس يعني وزيارتك يعني مشاريع كذلك في الشمال الغربي نعلنوا بعد نخدموا، والناس هما تخدم تعاونهم. وقت تعلن أنت المنطقة هذيك وتصنفها سياحية فما عمل كبير، ما تنساوش للسوسيتي سيفيل في اي بلاد، احنا في تونس في اي منطقه في تونس تعمل عمل كبير برشا، والبلديات زادت تخدم خدمه كبيره. انت استبشرت خير انه يكون خلفك سي تومي، كيفاش الامور ستمر بيناتكم الباساسيون؟ هل تحسوا انه ممكن يكمل هذه المشاريع او هو عنده رؤاه الخاصه به؟ وكل واحد عنده رؤية خاصة. في كل صراحة محمد علي التومي هو صديق من لكن نحن دولة قانون ومؤسسات، والمؤسسات تواصل نهجها ومشوارها. سي محمد علي التومي هو صديق شخصي من 20 سنة، دي من نتقابله في المعارض
في الخارج وحتى في تونس في برشا. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة قلت يعني المبالغ بالعملة يعني بالعملة صعبة كانت ازدادت وارتفعت المداخيل، لكن يقول لك كل هذه المداخيل وهذه النجاحات الفلوس باش يمشي كلها لتوماس كوك. شوف إفلاس توماس كوك ما هيش أول إفلاس لشركة سياحية عالمية، قدروا يقولوا هم أنتم عارفينها داخلة على إفلاس وكثفتوا التعامل معها. لا 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 مو صحيح، يعني كان نية مبيتة لمزيد تغريق تونس. لا لا اللي قالوه اللي قالوه كله غلط، وكيف كيف كانت فرصة أخرى للناس اللي تحب برشا روني طرابلسي، معناها باش معناها يستغلوا الفرصة هذه بيسير بور أتاكي روني طرابلسي. دابور توماس كوك هي شركة عالمية، توماس كوك تخدم على العالم كامل، إفلاسها مس العالم كامل، مسكن تونس برك دايور. ماني مش على خاطر انا فرحان، مي احنا اقل بلاد تمست هي تونس في الشيفر، معناها احنا من نهار الاولاني خرجوا على خاطر ما عندناش رقم معاملات كبير معاها. بيسور احنا في الاول خرجوا الناس الكل خرجت من غير حتى فيريفيكاسيون، 200 مليار بيرت نتاع توماس كوك، وفي الاخر خسرنا قداش؟ خسرنا يقولوا المهنيين يقولوا ابري 40 مليار، متفرق على 20 نزل ابري. تحسها تاثر برشا في عائدات السياحه التونسيه؟ بيسور تاثر، بيسور تاثر، فما نزل اللي هي عملت ترافو باش تولي اونورم نتاع الدوموند نتاع توماس كوك. مي مادام ينصاف نحب نقول لك المغرب ما حبش تعطي الشيفر نتاعها، تركيا تمست 380 مليار، لكن اقتصادنا ماهوش متعافي مثل الجريس تمست 430 مليار، اسبانيا تمست 580 مليار من توماس كوك. احنا ريت اليوم في حكايه الكورونا ونيد لا ميم سيتياسيون في تونس، ساعات نرجعوا القضيه قضيه تونسيه. راهو توماس كوك سي ان ايفينمون مونديال، حتى حد ما فاق به، سي اون سوسيتي كي كوتي اون بورس في لانجلتيرا، وماهيش في نابورت كال بلاد، هما بنفسهم ما فاقوش بها.
الشوت علاش الشوت؟ الشوت طرات في درجين ما بين المالي ساعة متاع الليل والمالي ساعة وربع متاع الليل وقت اللي البنك الانجليزي رفض باش يعطي 280 مليار دورو للمعاونة توماس كوك والبارتنير الصيني رفض باش يدخل كما حبوه. معناه في درجين الشوت متاع توماس كوك ما كان حتى حد بيسير سمعنا كما برشا مرات نسمعوا الشركات لكن احنا ما عندنا حتى دور ولا في علمنا بالشوت هذية تنفي اي تواطؤ او علم ب ما حتى تواطؤ هذه حاجه خاصه هذه نزل صح دي كونترا هم جايبين خاطر جاونا ثلاثه ريبريزونتون في مود معنا لا عندنا لا تعويض لا عندنا حتى شيء في النقطه هذه هي عمليه يلزم النزل التونسيه تقدم كيما طلبوا عن طريق سفارة بريطانيا في تونس اعطات معناها كيفاش يلزمهم يعملوا باش يقدموا الطلبات نتاعهم على خاطر سمعنا مبعد لبرشا حاجات تباعت الاسم توماس كوك تباع فما برشا وكالات سفارة توماس كوك مبزار حتى كي تهبط الطياره تبع توماس كوك يتم اعلامها اللي سيتم الحجز عليه وديما عاد المنفذ يبدا مش جاهز وديما عاد المنفذ يبدا ما يلقاوش حتى طياره توماس كوك وهذا اللي قريناه قريناه ما مو صحيح الطياره اللي هبطت هي شركه تخدم كانت تخدم قبل مع توماس كوك لكن ما هيش ملكية توماس كوك ما ظنش كان فما مشكلة الكلام اللي كان قريناه كان غلط أكيد كان عندك مشاريع لفترة جديدة يعني في على رأس وزارة السياحة بما أنه وقتها تم تثبيتك أي مشاريع يعني كبرى هكا تخيلتها أو أرقام أنك توصل لها في الخمس سنوات الجديدة إذا بقيت على رأس وزارة السياحة شوف هي بكل صراحة معناها في عام ما تنجمش تعمل لي انت نعرف عملت حلمة كبيرة وعملت يعني حملات إعلامية ودعائية كبيرة سواء مع سيري الحنوة واختجبت برشا قنوات أجنبية جات وزارت هذيك الصحة هذه اللي حبيت نقول لي أنا بور الإشارة لتونس حبيت 2020 و2021 خاصة مع إغلاق وكالة الاتصال الخارجي اللي هي من المفروض كانت تخدم هذا الإشهار والترويج لصورة تونس كنا نخدموها احنا الخدمة متاع الاتصال كنا نخدموها في وزارة السياحة بالفعل أنا مرة شفت مطويات وقلت لك سيروني أنتم قاعدين تخدموا في خدمة مضافة خدمة وزارة السياحة وخدمة وكالة الاتصال الخارجي فار اكزامبل أنا حبيت 2020 كما تعرف فما تونس هي عاصمة الفرنكوفوني عندي برشا مشاريع كنت نخدم عليها معنى إيفنمون كبار برشا عالمية أنا حبيت تونس تولي كما برشا بلدان حتى كما مراكش تولي معناها كل ثلاث شهور فما إيفنمون مونديال عالمي مش معناها مهرجان لوكال يجيو التوانسة ولا يجيو الناس هكا لا لا يزم يكون عالمي ديمونسيون واحدة أخرى ديمونسيون أخرى داير معناها الأسبوع هذا فما من 4-8 ماي في جربة فما مهرجان الطيران معناها سي ان ايفينمون كبير برشا فما اكثر من 100 طياره نتاع ديمونستراسيون فما ان شو ايريان باش يطرى دي اول مره باش يطرى في تونس حاجه كما هكا فما براتيكمون شركات العالم كامل الطيران باش يكونوا حاضرين وجربه تحتفل باش تكون معناها فريمون اجواء كبيره برشا في الويكاند هذايا وهذايا سي تان ايفينمون مونديال معناها الناس الكل باش يجيو ليزامريكان باش يجيو فما السعوديين الناس من الخليج من مصر من تركيا من غريس من اسبانيا الطيران الحربي باش يعمل فريمون ان شو فوق جربه وهذايا على طريقه يعني ملتقى ومنتدى الطيران في دبي يعني اللي اكزاكتومون يلزمنا احنا كثروا ناقصين احنا من ليزيفينمون الكبار بكل صراحه يلزمنا خاطر هذاك راهو انديريكتومون يجيب لنا السواح الافلام زاد سمعت انت اللي فما دي ستار انترناسيونو كيما سيلفستر سالون وبرشا اخرين جاوا عملوا ريكونيسونس في توزر على الصحراء على روبيراج دي ليو وعجبتهم برشا راهو تونس عجبتهم برشا جيرار دي بارديو باش يبدا الفيلم تاعه جديد البغدادي في بالي اسمه حلو برشا يلزمنا زاده تونس تكون ديستيناسيون نتاع السينما شنو تقول للتوانسه اليوم انت في نهايه هذا المشوار احنا تونس اليوم راهو ما تنجمش ما نتقدموا اذا ما نخدموش يلزم لا بريزونس نتاع الخدمه يلزمنا نخدموا يلزمنا اون دوا برودوير الغيابات وحنا نعرفوها في تونس مالوروزمون غيابات في الاداره موجوده برشا وهذه اللي تخلي البرودكسيون تهبط نتاع العمل ايام الوزاره اكثر حاجه وجعتك اسات لك حسيتها
واكثر حاجه فرحتك؟ اكثر حاجه وجعتني الكلام اللي يقولوا فيه، والكلام معناها المصحيح ما يوجعنيش، معناها هذيك تجاوزته. مي اكثر حاجه وجعتني هي حرق تصويرتي في بحث الوزاره، معناها حرق تصويره وزير السياحه كمان، ماهيش تونسيه، ماهيش تصويره نتاع واحد اجنبي ولا واحد ما نعرفش شخص نورمال. وجعتني معناها حسي، قلت امومون قلت جو دو ديميسيوني سي با بوسيبل، معناها ناس في شارع حبيب بورقيبه كمان بحث الزياره، وناس مسؤولين موجودين غادي، ناس مسؤولين معناها بتصاور عنا. ونحب نشكر الصحافه في التونسيه في الفتره هذيك اللي حتى حد ما مشى نخذ الراديوات الكل اللي كانوا موجودين، هبطوا الكاميرا نتاعهم قالوا ليه ما نصوروهاش. معناها الفوتو اللي تصورت جات عن طريق الفيسبوك من عند ناس صورتها، اما لي ميديا معناها القهوه تصويره قويه برشا، مش هي لا تليق بتونس، لا انا بحكومه تونس. شوف من بعد رجعت حكيت مع برشا ناس، قلت لهم قالوا لي لا سي جوستومون ما يلزمكش تلاش، ما يلزمكش تخسر الناس اللي هذية. تحبك، الناس اللي تحبك واللي تكتب يوميا انها متعاطفه معاك، شو تقول لهم؟ هذه اللي حبيت نقول لك، معناها البوزيتيف، هذه اللي ربحته، هذه اللي ربحته. خسرت برشا حاجات، لكن هذه التضحيه نتاعي جات في محبه الناس. معناها انا اليوم بكل صراحه معناها فرحان برشا بمحبه التوانسه. عمري ما كنت نتصور فريمون سانسيرمون، عمري ما كنت نصور سورتو توا اون سو مومون، معناها لي ميساج دو سامباتي يجوني من كل واحد. ولامس لقيت بكوات نوار في البيرو ما نعرفهمش، ناس مجهولين دخلوا حبوا يجيبوا بكوات نوار في البيرو نتاعي. وقت نتعدى في اي شارع، ندخل في اي مكان، في مسرح، ونحب المسرح، نحبك الفوكاه، كنت نيرمون في الفستيفال دو رير، فيستيفال دو رير. مي كنت في كارتاج في الصيف، مشيت الحفلات الكبار نحبه، معناها نمشي مش مستانس نمشي. انت وزوجتك في كارتاج؟ اكزاكتومون، نحييوها زوجتك، يعيشك بارك الله فيك. مي المحبه نتاع التوانسه فريمون اكسبسيونيل، وانا نحب نقولها بكل صراحه، راهو التوانسه بكل صراحه من غير ما عندي حتى سياسه لاتسو، هو شعب كبير وشعب عظيم. هذا اللي فرحك اكثر حاجه فرحتك؟ هذه اكثر حاجه فرحتني هي محبه التوانسه. وهم على خاطر زاد فرحانين بالعمل، على خاطر شافوا شخص يخدم كيما يقولوها بدم وقلب للبلاد وما عنده حتى مصلحه. يقول لك هذا شنو هو الشهريه نتاعو كوزير كسكو سي، انا في فرنسا مينيموم نصور 10 مرات اكثر، معناها ومرتاح اكثر وعندي حريتي خير وبحذا عائلتي. الميساج اللي حبيت نقوله هو ميساج للسياسيين سورتو. انا نحب نقول للسياسيين بكل صراحه، ما تلعبوش بتونس، راهو الشعب التونسي شعب مسالم وما يحبش المشاكل، لكن سي ان غران اوبسرفاتور، وشفناه في 2011 وقت ياخذ ديسيزيون ياخذها بصحه. ما تدمروش البلاد وما تشوفوش مصالحكم قبل مصالح الشعب. الشعب التونسي راهو يحب البروكسيميتي، وانا شفتها القرب، يحب القرب. اهبط لي للميدان، يجيني اسمع مشاكل. وقت تحكي مع التونسي، تحكي معاه وتسمعه اشطر المشكله نتاعو حليتها له ريان على خاطر سمعته. هذه نحب نقولها. وحاجه اخرى، فما بروفيرب فرنسي ديما نقولوا انا في الميديا، يقول لك كونت اون باس نوتر تون ا جوجي اون با لو تون ديمي. اذا باش نعديو عمرنا كامل تو عندنا 10 سنين احنا ونحاسبوا في العباد ونجوج في العباد، ما عندناش وقت باش نقول نحبك. الور اجوردي يلزمنا نقبلوا، نقولوا للشعب التونسي يلزم فما كونسيلاسيون ما بين السياسيين، راهو الشعب غدوه الناس اللي باش تخون الشعب باش تخلص غالي برشا. الور تون كافير اجوردي فما حكومه جديده والحمد لله، يلزمها تخدم على روحها ونشوفوها، ويلزمها تقدم العمل. وكما قلت لهم بكري، خذوا اللي تحبوا، خذوا الكراسي، خذوا مناصب، اما الوطن ما تمسوش. كيف ما تعرف روني طرابلسي في برنامج قهوة عربي نفسح المجال لضيوف لسياسيين أو أبناء القطاع متاعك لإلقاء أسئلة عليك. السؤال الأول من حضرة النائب عن حزب حركة الشعب هيكل المكي. شنو
هو موقفك من ما تعمل فيه الكيان الصهيوني من سرقة القرن، من هذه العنجهية والغطرسة اللي مارس فيها الكيان الصهيوني. أنا ديما موقفي وموقف السلام. أنا عندي كما قلنا كونفيكسيون اللي إذا الزوز الشعوب كما قال المرحوم الرئيس السابق باجي قايد السبسي، إذا خلوهم الفلسطينيين والإسرائيليين يحكيوا مع بعضهم على طاولة ونعاونوهم في السلام هو أحسن حل. وتحدثت في زيارتي في الخارج مع سفراء فلسطين في المعارض السياحية، النجم نقول لك اللي كل الشخصيات السياسية الفلسطينية يحبوا اتفاقيات السلام، ماهيش فورسيمون كما قاعدين نشوفوا اليوم. بتاتر فما ديما فما بداية متاع مشروع ومن بعد نقعدوا ونحاوروا، ولا كما قال الزعيم بورقيبة خذ واطلب، خذ واطلب. أظن احنا اللي قلقني وماذا بيا معناها الناس ما تشوفش من ديانتي اللي قنقول فيه، نقولها كتونسي إذا أنت تسألني في السؤال هذه وكمسؤول نرجع لك نقول لك احنا اليوم ما يزمناش ندخلوا في التحمس وفي التجارة اللي نشوفوا فيها من عند برشا شخصيات سياسية. إن العنف والحروب ما هوش من اللغات متاعي. إذا تدين الحروب وتدين اغتصاب الأراضي؟ بيسير بكل صراحة أدين الحروب وأدين الاغتصاب الأراضي. أنا إنسان كما قلت لك أنا نحب ديما نجم نقول لك أنا في حياتي عمري ما عملت عرك، في جربة عمري ما عملت حتى عرك. تسحب المسألة من ديمونسيون كونية أو دولية إلى عركة في حومة. أنا كشخصي ما تبدأ عركة في حومة بعد تولي حرب. نمر إلى السؤال الثاني. إذن من ابن القطاع السياحة رجل السياحة المعروف سي عفيف لكشك، إيش عملت؟ إيش نجحت في المهمة بتاعك كوزير رغم الصعوبات اللي لقيتها في الأول وقت سميت وزير؟ شوف هو يعرف معناها نعرفه بعضنا أكثر من 20 سنة كيف عفيف. هو نصدم، انا انسان يصدم معناها من استناس نضرب على الباب وندخل ونواجه المشاكل. الحاجه اللي لاحظتها اللي كانت تنجم تكون اوبستاكل نتاعي فما لي بروبليم معناها ادمنستراتيف البيروقراسي اللي كانت عندنا في تونس، البيروقراطيه المعقد فوالا متعقد، هذه كانت تنجم تعقد لي وكانت تنقص لي من الانتاج نتاعي في وزاره السياحه. هذه تجاوزتهم انا بصفه قانونيه، خاطر شفت لي احنا مالغريتورا واللونتور ادمنستراتيف نجموا نتجاوزوه، معناها يسفي معناها تطلب وتكلم وتمشي لوزارة الاخرين. كانت عندنا مشاكل حتى مع وزارات اخرين معناها في رجوع الكتابات الكوري اللي نبعتوه كل شيء، هذه معناها فريمون عاونني برشا في النجاح. الثاني الاعلام بكل صراحه عاونوني برشا، الاعلام التونسي بكل صراحه نجم نقولوا لعب دور كبير حتى في الصحافه في الاستثمار في السياحه سنة. وعلاقاتي قلت صراحه كانت عندي علاقات البرة وكانت حتى ناس وقت ما نعرفهمش نطلب اصدقاء يعرفوني بيهم باش وقت اللي ترى بار اكزامبل الزوز عمليات ارهابيه في تونس 29 جوان انت لاحظت اللي في 24 ساعه الميديا فرونسي بار اكزامبل وقفت كومبليتمون لي روبورتاج على تونس والعمليه هذه تعدات براتيكمون اول مره نشوفوا عمليات هكا ما عادش يحكيوا عليها. شكرا ليك روني طرابلسي على فنجان القهوه، دعوه للتحابب للتسامح للتعايش للعيش المشترك. شكرا ليك، بالتوفيق ان شاء الله في اعمالك، قد نراك تعود من الباب الكبير وزيرا مرة أخرى للسياحة التونسية، أكيد تونس ولادة. نتمنى كل التوفيق لسي محمد علي التومي لأنه هو كذلك رجل أثبت كفاءته. مشاهدينا ألتقي وإياكم بإذن الله تعالى الأسبوع المقبل في فنجان قهوة جديد، أكيد مع ضيف جديد. إلى اللقاء.